Don't know what's going on, pero me siento peligrosa. Feel it in my veins, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. Drums dead to me, bye, bye. أهلا وسهلا نيكول. Thank you. نيكول إيش نصيحتك لمشاهدينا قبل ما يبدأ رمضان؟ أكيد قبل فترة الصيام يلي بيشرب قهوة معود كل يوم يشرب قهوة بده يبلش يخفف وبعدين يوقف كلياً، ويلي بدخن كمان بده يعمل زيت الشيء gradually يكون عم بخفف قبل ما تجي الفترة. نيكول خلينا نتكلم عن فوائد الصيام. راح يكون عم بيساعدنا انه نرجع ننظم طريقة اكلنا، جسمنا كمان بيكون عم بيتعود على نظام جديد، هذا الشيء بيساعدنا اذا بدنا نخسر وزن فينا نخسر وزن، نحافظ على وزننا فينا نحافظ على وزننا، واذا بدنا نحصل على طاقة اضافية كمان بنكون عم نحصل عليها. خلينا نروح المطبخ. It's time to eat like Nicole. يلا. ايش حنجهز اليوم؟ لكل يلي ما بحبوا يشربوا المي مثل ما هي، كثير مهم انه يكونوا عم بيشربوا مي، مشان هيك حضرت لهم ريسيبي كثير هينه تو انفيوز ووتر. رح ناخذ حامضه اما جريب فروت، رح تورقي لي كم ورقه نعناع، بهالوقت انا رح اشير جينجر. رح نضيف بعد الخيار. It's unbelievable how strong we are. فينا نزيد بعد الراسبيريز. تنحركن شوية ونتركن تيعملوا proper infusion. هيك بنكون غيرنا نكهة المي واستفدنا من فيتامينز ومينرالز بهالشيء. كثير من الناس لما يصوموا في رمضان يحسوا ما عندهم طاقة، كيف نقدر نقلل من هذا الإحساس؟ تنقدر نحصل على طاقة في عنا نوعية أكل معين بدنا نكون عم نرتكز عليها، قد ما فينا نخفف سكر، قد ما فينا نخفف كمان مقالي، لأنه المقالي كمان رح تكون هضمة رح يتطلب وقت أكثر، رح يكون كثير ثقيل على جسمنا ورح يتعبنا زيادة. السحور أهم شيء، ما مفروض أبداً نقفي. مشان هيك أول وصفة رح تكون كناية عن مسكلن، أما مزيج من السلطة الخضراء. بدنا نضيف لها يا أما كاسة حمص مسلوق، يا أما كاسة فاصوليا مسلوقة حمراء بيضة، سو نقي أنت إيه بتحبي تزيد هلا. حمص. بعدين بدنا ناخد زيت الزيتون. نرجع منزيد حامض. رح نضيف بعد شغلة اللي هي الفليفلة الحمراء، فيها كتير فيتامين سي. نيكول كيف نقدر نصوم ونخسر وزن في نفس الوقت؟ أكيد أول ما بدنا نبلش ناكل بدنا نكون عم ناخد حبتين من التمر، بدنا نشرب مي، المي بدنا نكون عم ناخد على القليلة 8 ل 10 كبيات من المي ونكون عم نقسمهم خلال كل الفترة يلي عم ناكل فيها. بدنا نبلش أول شي بالشوربة، الشوربة كتير مهم نكون عم نعرف شو هن المكونات يلي موجودين فيها، ما يكون فيها كمية مرتفعة من الملح. السلطة كتير مهم نبلش فيها، نكون عم نرتكز على أصناف المأكولات اللي موجودة بالبوفيه، أما على المائدة اللي هن غنيين أكثر بالماء. كل شيء كومبلكس كربوهيدرات، أما النشويات الكومبلكس مثل القمح الكامل، مثل الكينوا، مثل الدخن، كلها الحبوب، الحمص، الفاصوليا إلى آخره، فيها كتير ألياف رح تاخد إذا بدك محل أكتر بمعدتنا، وبالتالي رح تساعدنا أنه نحس حالنا شبعنا بكمية أقل. مرة thank you نيكول إنك استضفتينا في مطبخك اليوم، صراحة كان يعني وقت جدا ممتع. thank you لألكن كمان. ليتك دوماً
بدك